السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يومكم كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، اللهم أمين. ست الحبايب يا أغلى حبيبة عندنا في الدنيا، مع بعض النهاردة إن شاء الله في وصفة جديدة وحلقة جديدة ويوم جديد، وإن شاء الله يا رب وصفتنا وحلقتنا تعجبكم جدا. امبارح احتفلنا بالمولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير جميعا على طريقتنا. زي ما قلت لكم كده عملنا فكرة بره الصندوق، عملنا إطعام وعملنا وعشان نوزعه، وكمان عملنا الشربات، شربات الورد اللي بالموز، ووزعناه كل وجبة بياخد الكوباية ساقعة كده جميلة معاه، ربنا يتقبل منا جميعا اللهم أمين. وقلنا أفكار كتيرة للإطعام امبارح، كل واحد يقدر يختار الفكرة على قد ميزانيتك، يعني مفيش حاجة اسمها أقول لا أنا ميزانيتي مش قد كده، أنا لا قادرة أطلع فراخ لا قادرة أطلع لحمة، واسكت. على قد ميزانيتك طلعي واعملي الإطعام. وقلنا يعني يمكن أقل حاجة بس أعظم أجرا بإذن الله المية، تجيبي كرتونة مية وتروحي مجمدها في الفريزر بالليل، تاني يوم الصبح تطلعي متجمدة الأزاز الصغيرة دي، وزعيها على كل اللي محتاجين أو الناس في الشوارع، ربنا يتقبل منكم إن شاء الله. وقلت لكم على النهاردة هنحتفل مع بعض بالصيام، هنصوم كلنا وبرضو ربنا يتقبل منا إن شاء الله، وهنعمل مع بعض أكلة حلوة من أكلات ست الحبايب اللي تربينا عليها وتعودنا عليها بطعم زمان وشكل زمان وريحة زمان. هنعمل النهاردة مع بعض إن شاء الله صينية البطاطس باللحمة بس، وكفى اسمها لوحده كده يخلي قلبك يدق قد ايه كنا بنعشقها من ايدين ست الحبايب، قد ايه ريحه الصينيه دي بالذات صينيه البطاطس باللحمه كانت بتبقى ريحتها. اهو حسيني عمال بيفتكر الزمن الجميل واحنا طالعين على السلم، العماره كلها السلم كله ريحه صينيه البطاطس بتاعت امهاتنا. يا رب يديهم الصحه والعافيه ويبارك في عمرهم وفي صحتهم يا رب. فالنهارده ان شاء الله هنعمل صينيه البطاطس باللحمه، تقومي على طول بعد الحلقه تنفذيها بامر الله ونفطر عليها بقى المغرب. وما تنسوناش في دعوه حلوه سواء ليا او للفريق الجميل اللي بيهتموا بكل صغيره وكبيره عشان يقدموها لكم، وطبعا بقياده مخرجنا استاذ احمد حسين. ما تنسوناش في الدعوات، يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. بسم الله. المقادير بتاعتنا: عندي لحمة مسلوقة شلتها من الشوربة وبحطها في الهواء تتشمع، يعني تمسك كده وما يبقاش فيها شوربة خالص لان هديها تحميرة خفيفة، دي اول حاجة معي. بعد كده عندي بطاطس متقطعة وسط، ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي، على حجم على مقاس الصينية بتاعتك. طماطم وفلفل رومي وبصل كله متقطع حلقات بالشكل ده. وبعد كده عندنا ملح وفلفل، وعندنا كمون وكزبرة واي بهارات مشكلة عندك، ومعلقتين سمنة، دول هيبقوا اساس المادة الدهنية للصينية. الصلصة بتاعتنا بقى اللي هي فيها الشغل كله بقى، اللي هي فيها الاسرار والريحة كلها، طماطم متقطعة مكعبات، وعندنا فلفل رومي وفلفل حامي، وشوربة اللحمة، وملح وكمون وكزبرة، وبرده شوية من بهارات ست الحبايب أو أي بهارات مشكلة عندك، ومعلقة صغيرة خل ومعلقة صغيرة سكر. دي كده المقادير بتاعة الصلصة، أو بمعنى أصح دي كلها مقادير هي صينية البطاطس بتاعتنا النهاردة. مقاديرها زي ما انت شايفه هو الخضار بتاع صينيه البطاطس، الشغل كله والتكات كلها في الخطوات. يعني انا عندي دلوقتي ادي بطاطس متقطعه حلقات عادي جدا، حلقات وسط، وعندي بصل حلقات، فلفل رومي حلقات، وطماطم حلقات، ولحمه سلقتها الاول وطلعتها من شوربتها سايباها كده تنشف معايا شويه في الهواء، ومعلقتين سمنه. دي كده ده الاساس بتاع الصينيه. بعد كده هنيجي للصلصه، المقادير اللي هتضرب في الخلاط. لو جينا هنا المقادير اللي هتضرب في الخلاط، عندي حوالي كيلو طماطم مقطعه مكعبات كده، وعندي كمان قرن فلفل رومي، وعندي يا دوبك نص قرن بس فلفل حامي عشان ما تبقاش حراقه. عادي معاكي ان هي تبقى حراقه حطي قرن فلفل حامي كامل. وعندي حوالي 3 4 فصوص ثوم، ومعلقتين كبار صلصة، وعندي معلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة خل، دول اللي بيدوا ريحة وطعم حلو قوي قوي لصلصة صينية البطاطس بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ ايه الخطوات اللي هنعملها؟ اولا انا عايزة اتبل البصل والفلفل والطماطم والبطاطس يشربولي التتبيلة صح، ده الاساس بتاعي. تبلتي البصل صح، تبلتي الخضار صح، صينية طلعت معاكي زي العسل ان شاء الله. صباح العسل على كل حبايبنا اللي موجودين على اللايف، صباح الهنا. قولولي بقى ايه تكاتكو كده في صينية البطاطس، اكتبولي يلا.
يلا. شروق كاتبه دلوقتي بتقول ان هي عندها لحمه مفرومه متعصجه، ينفع تعملها صينيه بطاطس؟ اه ينفع. هو حد هيقول لك لا؟ اعملي كل الخطوات دي، وخدي اللحمه المفرومه المتعصجه على النار، اضربي كل الصلصه اللي هنعملها دي في الخلاط وحطيها على اللحمه المفرومه غلوه، وخديهم كلهم اقلبيهم على صينيه البطاطس زي ما انا هعمل بالظبط. طب اقول لك على حاجه تانية، انا عايزه اعملها قرديحي، ينفع؟ اه ينفع، محدش هيقول لك حاجه. اعملي كل الخطوات دي ما عدا بس مفيش لحم بس، وهتطلع ان شاء الله ببركه ربنا زي العسل من ايديك ان شاء الله. تعالوا نشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. تقفيش على حاجه، هنجيب الصينيه اللي هشتغل فيها، الصينيه اللي ايه اللي هعملها بامر الله صينيه بطاطس كده حلوه. نجيب الصينيه، طبعا لما بنعمل وصفات قديمه او وصفات اللي اتربينا عليها بتاعت الجيل الجديد لازم نشتغل زي بالظبط ما كانوا بيعملوا. الصينيه الالومنيوم دي هي دي العشق كله، هي دي فته تديكي جو زمان، جو العيله وتجمع العيله، لمه العيله الجميله. صينيه بطاطس يبقى برضو هي الصينيه الالومنيوم الجميله دي اهي بتاعت ست الحبايب. اه طبعا بتسخن بسرعه لان الالومنيوم جيد التوصيل للحراره، عشان كده برافو عليك والله، عشان كده دايما بقول لكم في الكيكات بالذات اعملي الكيكات في الصواني الالومنيوم تديكي توزيع حراره صح للكيكه وتسويها لك صح. امال يعني امهاتنا زمان كانوا بيعشقوا الالومنيوم كده من فراغ؟ لا طبعا، الالومنيوم زي ما استاذ احمد بيقول لنا كده، هو بيقول بيسخن بسرعه لان هو طبعا هو عنصر جيد التوصيل للحراره. شويه فيزياء بقى كده يا استاذ احمد. يعني بصوا بقى هنعمل ايه. يلا يا باشا ادي الصينيه بتاعتنا، واوعدك خلاص اخر كلام مش هحركها من هنا، نظبطها بس خلاص اخر كلام خلاص. هنزل بالبصل كده، اللي بقى بيحبوا البصل كتير فيها يزودوا، اللي بيحبوا البصل قليل يقللوا، براحتكم خالص. يا ام حماده اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا، ازي حضرتك؟ طيبه. وانت طيبه يا ام حماده، ازيك يا حبيبتي؟ وربنا يديك الصحه ويخليلك عيالك. تعيشي يا حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه وبخير. والسنه الجايه ان شاء الله تكون على جبل عرفات. يا رب يا رب يا رب، انا وانت وجميع السامعين يا رب، اللهم امين يا حبيبتي. يا رب. اشكرك يا قلبي، اشكرك. انا بحب جو يوسف هالي. يا رب يخليك يا ام حماده. انت منين قولي لي؟ لو حاسه انك امي اختي يا حبيبتي، ده شرف كبير ليا والله يا ام حماده. تسلمي لي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. ربنا يديك الصحه. اشكرك يا حبيبتي، اشكرك، نورتيني، وكل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. بصوا بقى هنا، البصل هيتبل كويس قوي، هحط عليه ملح كده. اصل التوابل كلها بتاعت صينيه البطاطس هي دلوقتي. ادي ملح وادي كمون. يلا يا منون هاتي لي كومنتات حبايبنا. وادي كزبره، يبقى كده ملح وكمون وكزبره وفلفل اسود. زودي الفلفل الاسود شويه، بيدي طعم وريحه حلوه قوي كده. انا تمام حطيت التوابل كلها. لسه اه لسه توابل ست الحبايب ما اتحطتش، مش تفكروني ايه البديل؟ كل مرة بقول لكم اهو وبرده بتسأل ايه البديل. السبع بهارات ماشي، ال11 بهار ماشي، بهارات لحمة ماشي، اي بهارات مشكلة عندك. اللي ما عملتش بهارات ست الحبايب معانا يعني بجد اه فايتها كتير. ده انا بفتح البرطمان ريحتها ما شاء الله عسل اهي. نحط شوية من بهارات ست الحبايب. ام عمر بتقول لي الطقم ده عسل عسل عليكي، تسلمي يا ام عمر، اشكرك حبيبة قلبي، اتفضليه والله ما يغلاش عليكي ابدا. يلا الفراخ بتاعت امبارح. مين نهله كاتبه على اللايف دلوقتي بتقول عملت الفراخ وتحفه تحفه تحفه، الف هنا وشفا. طب اكتب لنا يا نهله، قصدك الفراخ بتاعت امبارح؟ اه على راي استاذ احمد والمكرونه، ده المكرونه دي كانت حكايه، المكرونه بالشعريه. كانك بتاكلي بالظبط رز خلطه، المكرونه تحفه والله يا جماعه، تتعمل لوحدها وتتاكل كده. بصوا بقى كده اكل صينيه البطاطس. ام احمد بتقول على اللايف دلوقتي على صينيه البطاطس دي كانت اكله يوم الجمعه زمان. اه والله. ام احمد بتقول لي العود عامل شغل. اتفضليه يا حبيبتي والله اتفضليه. بصوا كده شايفين انا بعمل ايه، عماله ادوس على البصل كده واخده كده مع التوابل، اخلي البصل يتشرب التوابل كلها. شوفوا ازاي اهو، ده الاصل بقى هنا في ايه، في طعم الصينيه بالشكل ده اهو كده يا جماعه شوفوا. طيب هنا بقى مين يقول لي
بعد البصل هحط ايه؟ فلفل ولا طماطم ولا بطاطس؟ يلا وانا هفضل ادعك في البصل شويه اديكوا فرصه تجاوبوا. قولولي وعلى اللايف كمان، يلا قولولي ايه اللي يتحط بعد البصل على طول. يا كريمه اهلا وسهلا. يا كريمه. ايوه يا مدام هاله. اهلا، صباح العسل عليكي. يا صباح العسل عليك يا مدام هاله. ازيك يا كريمه، عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيبه. انا حبيبتي. اول مره في حياتي اكلم شيف في الدنيا. يا حبيبتي انت نورتيني والله، وتكلميني تاني على طول. ان شاء الله، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. واللي معاك والامه الاسلاميه كلها يا رب. اللهم امين. وبقول لجوز الحاج اصنعي خلف اصنعي، كل سنه وانت طيب. كل سنه وهو طيب ويخليكوا لبعض يا رب. يا رب، وكل واهلي هم طيبين. وسلام مخصوص جدا المدام ريهام سعيد، جدا جدا والنزل. كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وانت طيبه، ويا رب تكون سامعاكي. ولو مش سامعاكي انا هوصل لها التهنئه بتاعتك دي يا حبيبه قلبي. كل سنه وانتوا طيبين جميعا. بصوا بقى كده، يلا. طيب على اللايف دلوقتي حبايبنا على اللايف منقسمين اتنين، ناس بتقول هنحط الفلفل وناس بتقول هنحط البطاطس. طب انتوا تقترحوا ايه؟ اني الصح، اني الاحسن؟ طيب استاذ احمد بيقول الفلفل عشان ياخد سواه، مع ان السواه ملوش علاقه، انا لسه بشغله على البارد اهو. لا معلش، لازم اسيح لك عشان انت بتدلي بدلوك. قول يا مينا. البطاطس، مينا قال بطاطس؟ بصوا يا جماعه، البصل بين ايديا كده دبل دبلان، مش هو البصلايه اللي كانت لسه دلوقتي كده ايه صاحيه كده، لا البصله دبلت، شربت التوابل ودبلت اهي معايا اهي كده بالشكل ده. طيب هوفر عليكم الحيره وهقول لكم بعد ما تبل البطاطس البصل بالشكل ده هنحط البطاطس، علشان البطاطس كمان تتشرب التتبيله. يعني مينا كسب، مينا صح. بصوا كده ناخد كده. امال ايه؟ مينا صح. او بصوا هو قاعد كده مع نفسه كده، تحسوه واخد كورنر كده. ايوه ناقص له شمسيه والله، ونعمل له بحر صناعي قدامه. بصوا كده. قولي قولي يا منى، كنت بتقولي ايه؟ هاجر وريهام على اللايف قالوا البطاطس. البطاطس مهمة جدا في الأول مع البصل. هوريكم دلوقتي شكلها هيبقى عامل ازاي. عايزاكم تشوفوا شكلها كده دلوقتي وهي لسه نازلة كده في الصينية، وهوريكم بعد ما هتتبل هيبقى لونها عامل ازاي. بصوا كده بيضة اهي. طيب تعالي لي بقى كده، خديها مع البصل والتوابل. بصوا ادعكي بقى كده، خلي البطاطس تشرب هي كمان تتبل. هتلاقي البطاطسايه دلوقتي، هوريلك دلوقتي البطاطسايه متبله من الجنبين بتوعها ازاي، وهو المطلوب اهو. مش بنروح حاطين كل حاجه فوق بعض وخلاص. قوليلي ليه يا حبيبتي اللي كاتبه دلوقتي على اللايف بتقول مهما احاول اعملها ما بتطلعش زي بتاعت ماما؟ طيب طبعا على رأيك، هي بتقول وجودهم اللي كان بيدي طعم للأكل طبعا، والبركة والحنية، بتعمل الحاجة بحب، بتعمل الحاجة بقلبها، فده طبعا بيفرق يا جماعة طبعا. بس احنا بنحاول يعني، حاولي معايا، حاولي معايا وان شاء الله ان شاء الله المرة دي هتظبط معاكي وهتعجبك بأمر الله. بصوا بقى كده ايه اللي حصل بقى. البطاطس بصوا خدت التتبيله ازاي. انتوا متخيلين بقى البطاطس دي في صينيه البطاطس هيبقى طعمها عامل ازاي يا جماعه؟ شوفوا لي المنظر. بصوا اهو، لو خدت اي بطاطسايه بصوا شايفين من الناحيتين عامله ازاي، متتبله ازاي اهي. بصوا هو ايه ده، هو ايه الصوت ده يا جماعه؟ بصوا شايفين البطاطس متتبله ازاي اهو. نقلب تاني كده، ولو استاذ احمد دلوقتي جايب لنا الصينيه. بص يا استاذ احمد انا هشيل ايديا، ورينا البطاطس متبله ازاي، ورينا شكل البطاطس عامل ازاي اهي. ولا كلمه يعني. ناس كتير متخيله ان صينيه البطاطس حطي الخضار كله على بعضه وقلبي، واضربي الصلصه في اضربي الطماطم في الخلاط وحطي عليها وبقت صينيه بطاطس. لا طبعا، كل حاجه وليها فن معانا. شايفين البطاطس متبله ازاي كلها اهي، جميلة جميلة جميلة. شايفين جمالها؟ بصوا تعالي بقى هنا كده نروح نازلين بالفلفل كده.
جيهان بتقول لي انا بحط طماطم معاها. طب ما تصبري معانا كده يا جيهان وشوفي احنا هنحط ايه وهنعمل ايه. صبرا صبرا. بصوا بقى كده اهو يا ام لارين. ام لارين يا ام لارين اهلا وسهلا. اهلا شفايلة. عامله ايه؟ بصي وطي التلفزيون الاول. يلا وطي التلفزيون وتعالي. ايوه معاك. اهلا شفايلة. صباح السعاده عليكي. صباح الهنا. يلا وطي التلفزيون وتعالي. اه شفتي التلفزيون عالي ازاي؟ يلا يا قمر. انا بحبك والله. حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله رب العالمين، اهلا بيكي نورتيني. نورك. انا عايزه اقول لك ان انا ما بتفرجش غير على البرنامج بتاعك كل يوم الصبح وافضل اروق كده وابص على كل حاجه انا بتفرج على البرنامج بتاعك. وانا معاكي بتروقي وانا معاكي صح؟ انت معايا بتفرج اسمع صوتك من الاوضه كده. يا حبيبه قلبي والله كلامك ده فرحني. وعايزه اقول لك ان انا بعمل صينيه البطاطس زيك بالظبط. نفس الطريقه كده. نفس الطريقه كنت عايزه اجاوب اقول لك البطاطس بس ما لحقتش. طب بتطلع معاكي ايه بقى قولي لي؟ لا بجد خرافه بجد لما بتبلها بقى من الصبح بقى. ايه الله عليكي. اه تتبليها وتركنيها شويه تبقى طبعا عسل. الظهر وشغل عليها بعد العصر بتبقى حاجه جميله. بصي بصي شكلها شايفه بتطلع جميله وعسل من ايديكي انت والله يا حبيبتي. الله يخليكي تسلمي. ليكي اي سؤال طيب؟ لا عايزه بس ربنا يخلي لي رينا محمد ولادي. ربنا يخليهم لك ويحفظهم ويحميهم يا رب. اللهم امين. ربنا يا بنتي دايما كده يخليهم زي ما قلبك بيتمنى وزي ما انت بتتمني، بس دايما ادعي لهم ان ربنا يحميهم ويحفظهم ويهديهم ويرزقك برهم في حياته في حياتك وبعد مماتك. بس دي اهم دعوه تديها. يصلح شانهم دايما بقى يا رب على طول. بصوا بقى انا لا هنا ما حطيتش ماده دهنيه، يعني انا هنا لا حطيت لا سمنه ولا زيت ولا حطيت اي حاجه، انا حطيت الخضار والتوابل واديتهم دعكه محترمه مع بعض فتطلع لي الصينيه بالجمال اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله عليها. ولا كلمه. احلى صينيه زي بتاعه ست الحبايب يا رب بامر الله. طيب ماشي هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اللحمه اللي عندي هديها نص تحميره كده في الووك. مش عارفه لما توطلنا شويه الدنيا ساعة قوي يا جماعه ولا الواحد هو اللي سقعان ولا ايه؟ وطلنا الدنيا شويه. بصوا بقى ادي اللحمه اللي بعد ما اتسلقت شلتها من الشوربه وحطيتها تتشمع. تتشمع يعني نشفت كده نشفه كده اهي. دي كده اللحمه بتاعتنا. ولعت على الووك. الماده الدهنيه بقى الماده الدهنيه اللي انا هحمر بيها السمنه هحمر بيها اللحمه اللي هي السمنه هي دي هتبقى الماده الدهنيه الوحيده في صينيه البطاطس عشان تطلع معانا خفيفه ما يبقاش فيها ماده دهنيه تقيل ولا تبص تلاقي الصينيه خارجه من الفرن السمنه عايمه على الوش زي ما بنشوف كده ولا تدهني معاكي. لا يبقى فيها طعم السمنه حلوه وفي نفس الوقت الصينيه طالعه خفيفه. فهنعمل ايه بقى؟ هنجيب يلا صلصه طماطم. عملت صلصه طماطم بفلفل حامي او الفلفل طلع حامي. لا هتستخدمها بقى في اي اكلات بتحتاج فيها حاجه حراقه يعني ما فيش حاجه ما فيش حل غير كده. تبقى تاخد منها مثلا ايه مع كل مره كده صلصه تاخد منها معلقتين على الصلصه العاديه. بصوا ادي كده السمنه تسيح بس. وزي ما قلت لكم التحمير هيبقى تحمير خفيف على ما السمنه تسخن. تعالوا نشوف هنحط ايه في الخلاط. كله ورا بعضه كده تطلع معاكي عبقريه بامر الله. ادي شفشق الخلاط هيتحط فيه فين الشوربه؟ مفيش ميجر مفيش ميجر. شكرا 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 شكرا. هناخد الشفشق والكبشه ونروح عند الحله عشان منها تبقى مبسوطه. ياكش تكوني مبسوطه. اصبري عليا. بصوا يا جماعه كده هاخد من الشوربه بسم الله هاخد ايه حوالي كوبايه كده كوبايه شوربه في الخلاط اهي كده. تاني بصوا شوفوا اهي ادي بصوا كوبايه الشوربه اهي في شفشق الخلاط الاول. ماشي انا معاك اهو. حلو الكلام. يلا بينا يلا بينا. ليان بقى عندها 9 سنين وكاتبه لنا دلوقتي على اللايف انا بحب البرنامج جدا وبحب اتفرج على حضرتك جدا. يعني ايه السعاده اللي انا فيها دي النهارده؟ الامرايه بتاعتنا اللي منورانا على اللايف النهارده حبيبه قلبي ما تحرمش منك ابدا شطوره.
نجيب معلقه وتعالوا بقى ايه نركز مع بعض. ادي الشوربه اهي، هحط في الشوربه زي ما قلت لكم الطماطم دي بقى ايه اللي هتتعمل، الطماطم الصلصه بتاعه الصينيه كلها. بسم الله اهي تقطع مكعبات كده تتحط على الشوربه. عايزه بس اقول لكم حاجه، ان الصلصه بتاعه صينيه البطاطس في الاول لازم تكون خفيفه علشان البطاطس تشربها وتستوي وما تعجنش، البطاطس ما تعجنش وما تتهريش، الشوربه تبقى خفيفه. انتوا فاكرين العكس، لو دي تقيله يعني تقيله قوي هتلاقي على طول البطاطس عجنت مني. السمنه سخنت، بسم الله نشيلها بعيد. تعالوا نكمل خطوه الخلاط الاول وبعدين نرجع لها. هنعمل هنا ايه بقى؟ ادي الطماطم مع الشوربه، وادي قرن فلفل رومي كده، وزي ما قلت لك نص قرن بس حامي كده، وهناخد كام فص ثوم. انا واخده ادي ايه 3 4 فصوص ثوم اهم. حلو كده، وهنضرب دول في الخلاط مع كمان الصلصه. يبقى نقول تاني، الخلاط حطيت حوالي كوبايه شوربه، وحطيت عليها كيلو طماطم متقطعه مكعبات كده، وحطيت قرن فلفل رومي، وحطيت يدوبك حته فلفل حامي صغيره يعني حوالي ربع قرن كده مش اكتر من كده، وحطيت 4 فصوص ثوم. ده كده اللي هيتضرب دلوقتي في الخلاط. يلا بينا، بسم الله يلا. حبيبتي اللي على اللايف عسل. يلا بينا بسم الله. حتى اللون بتاع الصلصه جميل ازاي. هزود هنا معلقه صغيره خل تدي للصلصه ريحه وطعمه في منتهى الجمال، وهزود كمان معلقه صغيره سكر مهمه جدا. اول ما تحطي المعلقه الصغيره بتاعت الخل دي هتشمي ريحه الصلصه عامله ازاي ما شاء الله عليها. وهنا بقى كل اللي هزوده فين الملح، ملح بس، احنا ادينا التوابل والبهارات للصينيه كلها، هنا هزود الملح بس كده. وبعدين بعد كده ابقي دقيها ظبطي ملحها. بس طبعا يعني الحمد لله رب العالمين انا صايمه، فايه انا كنت لسه بفكر ادوق ناسيه. ربنا ستر وافتكرت. تعالوا بقى نضرب ده تاني. بس كده، شموا بقى، شموا الريحة بتاعت الصلصة اللي لسه أصلا ما اتحطتش على النار. الله الله الله، تحفة ما شاء الله عليها. هنعمل ايه بقى؟ الحركة اللي جاية دي مهمة جدا، بتدي كده شمخة قوية لصينية البطاطس. يعني أنا ممكن أضرب كل ده في الخلاط وأروح حطاه على البطاطس على طول، ماشي، بس الحركة دي هتزود طعم وشمخة حلوة قوي لصينية البطاطس. اللي هي ايه؟ أدي السمنة على النار، يا سلام طبعا لو سمنة بلدي، وادي اللحمه، بسم الله السمنه البلدي. لا انا بقول له لحبايبي يعني لو عندك سمنه بلدي هتبقى احلى واحلى يعني. يلا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، الله ايه الكومنت الحلو ده. لا ده انت قولي لي تاني بس، ايه كلمه كلمه قولي اسمها ايه. حنان كاتبه على اللايف يا جماعه دلوقتي كومنت حلو قوي، بتقول لي اشيك شيك في مصر انا وبحبك جدا. وبتمنى يكون في حياتي ناس جميله زيك. ايه ده، جميله اخلاقيا ومهنيا وذوقيا. لا 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 لا, لا ده كتير عليا، كتير عليا قوي بجد. ربنا يحسن ما بين ايديكي، اشكرك، ربنا يخليكي ليا. ايه الكلام الحلو ده. انا يعني بجد انا اقل من ده بكتير، ايه الكلام الجميل ده، ان شاء الله يعني. بصوا كده اللحمة بتتحمر، رشة فلفل اسود مع اي لحمة في الدنيا بتتحمر، يا سلام على ريحتها وطعمها. اهو رشة فلفل اسود، اي لحمة بتحمري، لحمة فتة، لحمة للطبيخ، لحمة محمرة هتحطيها كده لوحدها
واثناء ما هي بتتحمر، مش بعد ما تتحمر، وهي بتتحمر كده رشه الفلفل القشطه هنا بقى نديتها كده تحميره كده، واروح نازله بكل مقادير الصلصه اللي كانت في الخلاط عليها. يلا يا قمر نديها غلوتين ونقلب كده. انا سايبه صينيه البطاطس بالخضار في التتبيله بتاعتها كانها بالظبط ايه بتتخمر، عماله تشرب من التوابل اللي حطيتها لها، وزي العسل والبصله عماله تدوب معاها وتطرى اكتر اكتر، والخضار كله مع التوابل دي عمال ينزل ميته اهو. هسيبها كده زي ما هي، وهسيب اللحمه دي كده تاخد غلوتين مع الصلصه، تتشرب من الصلصه اللي انا عملتها لها وعلى ريحتها اللي طالعه. ونطلع فاصل ونرجع بقى، تكون الصلصه بتاعتنا دي مع اللحمه خدت الغلوتين بتاعتها، نقفل صينيه البطاطس بتاعتنا ونشوف بقى هنعمل جنبها ايه تاني. فاصل قصير بس اوعى القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. زي ما قلت لكم كده اللحمه هتاخد غلوتين بس مع الشوربه مع الصلصه، طبعا اللحمه مستويه، الصلصه بتاعتنا بس انا عايزاها تاخد غلوتين قبل ما تتحط على صينيه البطاطس. يلا بينا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. نجيب بس دول كده دلوقتي. بص يا ست الحبايب، هنشيل بسم الله الصلصه بقى كده باللحمه، هنجيبها كده الناحيه دي، وهشيل الاول اللحمه. بصي بقى شربت الصلصه صح، يعني يا دوبك مش مثلا تسويه البطاطس، لا ده اللحمه شربت الطعم بتاع الصلصه صح الصح. هتاكلي حته لحمه النهارده ما شاء الله، يعني هتدعوا لي النهارده يا جماعه على الطريقه دي. بصوا اهو، بصوا نورهان بتقولي، طبعا يا نورهان ده يشرفني، بتقولي انا بتابعك من زمان مع ماما، ومش عارفه قالت ايه تاني كده، اه وبنرتاح لحضرتك وطريقه كلامك. تسلمي لي يا نورهان، وطبعا ده يشرفني يا حبيبتي على طول، ودايما بقى مع بعض على طول. بسم الله، هاخد بقى الصلصه كده على الريحه بقى، يعني بيتهيألي استاذ احمد كده هو جايب لكم الشكل تحسي بالريحه كمان اهو. ماشي، بصوا شوفوا المنظر، خدي بقى الصلصه كده في كل حته، طبعا لازم تتقلب، يعني ما ينفعش ان انا هسيب اللحمه كده على الوش كده، او عايزه تسيبيها سيبيها براحتك، يعني عايزه تبيني اللحمه كده بينيها ما فيش مشكله، بس هي لازم تتقلب يكون افضل. هاخد بقيه الصلصه كلها كده عليها، وكنا اتفقنا في الاول خالص ان صلصه صينيه البطاطس الصلصه تكون خفيفه مش تقيله، انتوا فاهمين العكس يا جماعه، الصلصه بتاعتها لو من الاول خالص تقيله البطاطس هتعجن معاكي، الصلصه بتاعتها تكون خفيفه علشان البطاطس تشربها وهي بشخصيتها كده زي ما هي. طب اعمل ايه؟ بصوا بقى الصلصه لما خدت غلوتين مع اللحمه، شوفوا لونها وقوامها عامل ازاي، روعه روعه روعه، وريحتها طالعه روعتين ثلاثه عشره. هقلب كده وهجيب شويه من شوربه اللحمه ازود عليها. الصينيه دي لو عندك عزومه وقدمتيها حكايه، صينيه من العيار التقيل، بسم الله ما شاء الله. شوفوا بقى الجمال اهو كده، هقلب كده كويس، وبعدين اروح اجيب شويه شوربه وازود عليه. اظن الوانها وشكلها لوحده بيتكلم، تتحدث عن نفسها. بصوا كده اهو، ادي صينيه البطاطس على طريقه ست الحبايب. هجيب شويه شوربه. عودة إلى الزمن الجميل، هي كده ناشفة يا جماعة، ما يغركيش الصلصة اللي انت شايفاها دي لسه هتغلي، ده الخضار ده لسه هيمتص من الصلصة دي عشان يستوي، البطاطس دي عايزة سوائل تاني عشان تستوي، الخضار ده كله عايز سوائل تاني، فكده صينية البطاطس كده بالنسبة لي اسمها شرقانة. بصوا الخضار باين اهو، ما ينفعش. طب أعمل إيه؟ هزود شوربة. بصوا أه طبعا طبعا مصدقاكي، انا مصدقاكي يا ستي. نشيل كده بقى دي كده هاجر يا جماعه، هاجر بتقول الريحه طالعه من الشاشه، والله يا هاجر معاكي حق. بصوا بقى كده
ظبطيها. وادي احلى صينيه بطاطس. سر تسويه البطاطس اللي على الوش دي، كتير منكم بيشتكي لما بعمل صينيه البطاطس كل البطاطس اللي على الوش بتبقى ناشفه، بتبقى ما استوتش، عشان صينيه البطاطس اول ما تدخل الفرن لازم تتغطى، لازم البخار اللي هيطلع ده لازم احبسه جوه الصينيه عشان يسوي لي البطاطس اللي على الوش. وبتتحط على الشبكه، ما تتحطش من تحت، لو اتحطت من تحت البطاطس اللي تحت هتلزق وتتهري. كل دي مشاكل ياما قلتولي عليها في اعمال صينيه البطاطس. يلا يا ستي، معانا صينيه بطاطس من العيار التقيل النهارده. مين معانا بقى؟ قولي لي يا منى، شوفوا جمالها. مين معانا؟ يا ام يوسف. صباح الفل. صباح العسل يا قلبي، ازيك؟ تسلم ايديك يا حبيبه قلبي. تسلمي لي، شايفه صينيه البطاطس بتضحك لك اهي يا ام يوسف. الله العظيم تسلم ايديكي، تحفه تحفه تحفه. شايفه جمالها؟ بصي على راي استاذ احمد تتاكل نيه. بألف هنا وشفا للي ياكل يا رب. الله يخليكي يا قلبي، والله ربنا يخليكي. كل سنه وانت طيبه يا شيخ. وانت طيبه يا ام يوسف، وكل حبايبك طيبين يا رب. تسلمي لي. ربنا يبارك لك. عندي سؤال ليكي بالله عليكي ابتديني بيه. يلا قولي، تحت امرك. ربنا يخليكي لينا يا رب. بقول لحضرتك انا عملت سمسم والحمص والسوداني. السمسميه والحمصيه على طريقه على اليوتيوب جبتها. ماشي، من غير اسامي، من غير اسامي. لا مش هقول اسامي، دي طريقه شفتها. ماشي. بس عملت شفتها لقيت لك السوداني قفش وانفصل عن بعضه وما ماتش. السوداني قفش وايه؟ فصل على بعضه، رمل كده، ما ماسكش في بعضه. قولي لي كده مقاديرك ايه؟ قولي لي مقادير الشربات ايه؟ كنت عامله كوبايه سكر، كوبايه الا ربع ميه، وغلوا لما كرملوا وحطيت نص كيلو سمسم. طيب هي المقادير مش مظبوطه. المقادير مش مظبوطه. رجعت عملت كوبايه تاني برضه رمل ما قفش ما ماسكش. بصي يعني انا هنزل لك دلوقتي المقادير بتاعتنا المظبوطه جدا، تطلع معاكي زي الجاهزه بالظبط. هنزلها لك على الشاشه دلوقتي. والحمد لله ان انت جربتي في نص كيلو بس طبعا برضو نص كيلو مش قليل، ده كيلو السوداني دلوقتي غالي جدا يا جماعه والله. عشان كده انا دايما بقول يا جماعه تحروا الدقه، تحروا الدقه، مش اي حد ناخد منه الوصفات واحنا مغمضين. الحاجه بقت غاليه ومجهود وتعب وشقة، والحاجة بعد كده تبوظ، فده بالنسبة لنا بيعمل إحباط جامد وبيهدر ماتيريال، فحرام بجد. هنزلك دلوقتي مقادير السودانية ونفس المقادير، امشي على السمسمية والحمصية. بصوا يا جماعة، أنا حطيت دلوقتي ورقة زبدة، وبعد كده هروح مغطياها بورقة فويل بالشكل ده أهو. لو أنت بقى عندك صينية بغطا أو عندك غطا حلة قد الصينيه هيكون طبعا احسن برضه. فانا حطيت ورق زبده يبقى عازل بين الفويل وبين الخضار، وبعدين احط ورقه فويل واثبتها كده بالشكل ده، وتدخل الفرن على الشبكه، تقعد تغلي كام غلوه لغايه ما اكشف عليها واجيب شوكه كده اشوف البطاطس. هي طبعا لحمه مستويه، اشوف البطاطس استوت، اروح شايله بقى الغطا واسيبها شويه كده تاخد لون التحمير الحلو، سواء تحت الشوايه او لو الفرن شغال مروحه سيبيها مع المروحه تاخد لون حلو. هتطلع بقى متحمره من فوق ومستويه، وحاجه كده بقى ايه، كريمه زي العسل ما شاء الله. فاحنا دلوقتي هندخلها الفرن. يلا بينا يا استاذ احمد، ربنا يعيننا كده باذن الله. بسم الله ما شاء الله يا رب، يلا بينا. طيب استنوا نعدل بس الشبكه عشان هي هتدخل على الشبكه تكون في النص. بسم الله كده ماشي، وبعدين ناخد الصينيه. يلا ايمان بتقول دلوقتي على اللايف، بتقول والله لسه بقول لاولادي فعلا ريحه زمان. والله يا ايمان صينيه البطاطس دي يعني هتحسي فيها بالزمن الجميل اهي كده اهي. بصوا على الشبكه في النص، ماشي على الشبكه في النص ومتغطيه، تغلي تفضل كده لغايه ما اجي اشوف البطاطس استوت. خلاص هشيل الغطا واسيبها تتحمر. اوعي تشيلي الغطا من عليها والبطاطس لسه نيه، مش هتستوي، دي هتنشف اكتر واكتر، لازم تتغطى يا جماعه. دلوقتي بقى صينيه البطاطس الحلوه دي اللي عملناها باللحمه وسلقنا اللحمه، قوم ايه بقى، عندي شوربه نستغلها. بص استاذ احمد بيقول اسيبها؟ لا ما نسيبهاش، احنا نسيب الشوربه في حاله. طب ايه احلى حاجه نعملها بيها؟ نعمل شويه ملوخيه، ده يعني اساسي معانا. معانا صينيه البطاطس، رز بشعريه،
ملوخيه لسامع عصفور، هو كرسي كده، والبتنجان مخلل ده كرسي على بعضه النهارده ان شاء الله. الملوخيه بتاعتنا طبعا هي ما فيهاش مقادير، يعني بالتالي عيب اصلا احنا نقول مقادير الملوخيه، ومع ذلك هنقول برضو لعرايسنا الجداد. عندي كيس ملوخيه، او حتى لو جايبه نص كيلو ملوخيه خضراء وقطفتيها وخرطتيها، معلقتين سمنه، ثوم، ورشه سكر مهمه جدا معانا، ومعانا كمان كزبره. دي كده المقادير بتاعتنا. اول خطوه الكزبره تخلي ملوخيتك منوره تخلي طشتك منوره. بصوا يا جماعه، اول حاجه هعملها الشوربه، لازم اظبط الشوربه. يعني ايه نظبط الشوربه؟ تعالوا لي اهم ما في الموضوع اللي انا هعمله ده، ده بقى اللي هيخلي الملوخيه بتاعتك فعلا منوره، اللي هي الملوخيه المسكره اللي زي العسل. هنعمل ايه؟ انا عندي شويه سكر، هاخد رشه في الشوربه ورشه على الملوخيه. ادي الشوربه بعد ما غليتها وطفيت عليها النار، هحط رشه سكر، رشه بسيطه كده، لان لسه في رشه تانيه على الملوخيه. وفي الشوربه نفسها هحط معلقه صغيره كزبره. لاحظوا ان انا واخده شوربه بحبشها على قد الملوخيه، يعني ما تعمليش كده في الشوربه كلها، لا خدي شويه على قد الملوخيه وحبشي كده. وهاخد فصين ثوم نيين في الشوربه. بص يا استاذ احمد اهو، ماشي يلا بس كده. يبقى الشوربه تاني حبشناها بايه؟ حطينا رشه سكر في الشوربه، وحطينا معلقه صغيره كزبره، وحطيت برضو حوالي فصين اللي هو نص معلقه صغيره توم ني كده زي ما هو جوه الشوربه. حلو كده؟ ادي كده اول خطوه معايا، دي الشوربه اللي هسقي بيها الملوخيه. حبايبي القدام بقى اللي معايا من زمان، متعودين ان احنا بنعمل الملوخيه بالمقلوب. سميتها لكم قبل كده على اليوتيوب، وطلعت ترند فتره كبيره، الملوخيه المعكوسه او المقلوبه، الملوخيه المقلوبه. يعني ايه؟ يعني انا مش بحط الشوربه تغلي واروح منزله فيها الملوخيه، لا انا بعمل العكس، انا بحط الملوخيه الاول وبعدين انزل الشوربه عليها. وده بيخلي عرايسنا الجداد وبناتنا في المطبخ يعرفوا يظبطوا قوام الملوخيه، ولا تطلع صيصه ولا تطلع تقيله. هعمل ايه بقى؟ حله، دي الحله بقى اللي هعمل فيها الملوخيه. وهاخد كده معلقه سمنه كده، وهنزل بالملوخيه عليها واقلب كده. انا ما حطيتش لسه شوربه ولا اي حاجه، انا بشوح الملوخيه في معلقه سمنه، وانا بشوحها كده هحط رشه السكر الثانيه اللي قلت لكم عليها على الملوخيه، على تسكيره وطعم وجمال الملوخيه بتاعتنا اهي. بعد كده هاخدها بقى على النار، يلا بينا هناخدها على عين البوتاجاز يلا. وهي بقى بتغلي كده اقعد ازود من الشوربه شويه بشويه على الملوخيه لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، بس كده. ونجيب طاسه يلا. ام احمد بتقول لي ان هي مفرزه الملوخيه على طريقتي لما فرزنا الملوخيه مع بعض، وبتطلع معاها عسل عسل عسل. والله يا ام احمد انت اللي عسل وسكر حبيبه قلبي. بصوا بقى كده، اول ما الملوخيه بتبتدي تغلي معانا هعمل ايه؟ هقعد اخد من الشوربه شويه بشويه على الملوخيه نفسها. انا عايزه بس عرايسنا الجداد في المطبخ وبناتنا ياخدوا بالهم من الطريقه دي كويس، عشان الطريقه دي هي دي اللي هتظبط لك قوام الملوخيه من غير اي تعقيد، اللي هي العكس. واجيب مضرب وافضل كده اضرب في الملوخيه وانا بزود في الشوربه كده. انا شايفه القوام لسه سيك، عايز شويه شوربه. اتعلمي معايا، اعرفي معايا. بصي بقلب واشوف الملوخيه محتاجه ايه. الله على الريحه اللي طالعه يا جماعه. معانا رز بشعريه عاملين طبعا، موجود يا باشا موجود. عايز رز بشعريه بس كده. بصي ازود كده الشوربه وبعدين اشوف القوام. انا كده شايفه ان قوامها حلو قوي. شفتي بقى انا ظبطت القوام ازاي معايا اهو، ما شاء الله عليها بالشكل ده يا جماعه. وريحتها طالعه جميله، الله اكبر ما شاء الله. شوفوا هنا بقى، دوقيها واظبطي الملح بتاعها. ينفع يا شيف هلا ينفع ادوق الملوخيه واظبط ملحها؟ اه طبعا ينفع، ما ينفعش ليه؟ دوقي كده قبل الطشه واظبطي ملحها مظبوطه تماما، اعملي بقى الطشه بتاعتك على طول. انا هنا دلوقتي هعمل الطشه. يبقى الملوخيه بعد ما ظبطت الشوربه بتاعتها وصلت خلاص انا عايزه القوام ده، اروح مطيه النار وهي على ما تغلي غلوه اكون بعمل الطشه على العين الثانيه، الاثنين مع بعض كده في وقت واحد على طول. يلا بينا.
بسم الله. يا ام تامر اهلا وسهلا. يا بنتي خليها ترد عليا. انا هو يا ام تامر. يا ام تامر. السلام عليكم، ازيك يا شيفا؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ست الحبايب. ايه عامله يا غاليه؟ وحشتيني. الحمد لله. مين مزعلك بس يا حبيبتي قولي لي. لا والله انا ليا ربع ساعه على التليفون وعماله بتقال وقال وما بترديش عليا. حقك عليا والله العظيم، هو ضغط تليفونات، حقك عليا تزعليش. لا ولا يهمك يا غاليه ابدا، انت فوق دماغي يا ام تامر والله. تسلمي لي. قولي لي يا ام تامر انا معاكي. الو شفالة. ايوه انا سامعاك يا حبيبتي، اتفضلي. كل سنه وانت طيبه بمناسبه المولد، وانت طيبه وعافيه يا رب، وكل حبايبك طيبين وبخير على يا رب. تعيشي يا حبيبه قلبي، تعيشي، الله يكرمك يا رب ويسلم ايديك ويحسن ما بين ايديك يا رب العالمين. ايه رايك النهارده في صينيه البطاطس بتاعتنا؟ 10 على 10 هنعملها يوم الخميس بمشيئه الرحمن. الف هنا وشفا، ما تنسيش دعوه حلوه بقى. طبعا تدعي لي دعوه حلوه ان شاء الله. على فكره انا اتعلمت حاجات كتيره والله واكلات كتيره. ربنا يخليكي ليا. بس ما بعرفش ادخل على اليوتيوب عشان انا على كدي يعني. يا حبيبه قلبي والله، ده انت ست الحبايب نورتينا. الله يخليكي، متشكرين خالص. صباح السعاده عليكي، وكلميني تاني يا ام تامر. اشكرك يا حبيبه قلبي، اشكرك. بصوا كده انا حطيت السمنه على النار، وبعدين نزلت الاول بايه؟ نزلت بالتومه لوحدها من غير الكزبره اهو. هنا بقى تكايه كده اللي تخلي الملوخيه بتاعتك بتلمع وطعمها حلو، ان تخلي الماده الدهنيه اكتر من التوم، ما تخليش التوم هنا ناشف. التومه اللي بتحمريها للملوخيه ما تبقاش ناشفه، تبقى عايمه في الماده الدهنيه كده. بصوا كده التومه خدت ايه؟ خدت لون. اول ما تاخد لون اروح نازله على طول بالكزبره. اول ما هنزل بالكزبره تلاقي اللون اغمق على طول، بس ما تضحكش عليكي. بصوا بقى كده، يلا بينا يا استاذ احمد على احلى طش على الحله. يلا بينا، يلا يا مينا. على الله على الله يا مينا. يلا بينا على الحله على طول. بسم الله. بصوا يلا بينا. الله 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 الله، هو ده هو ده الكلام، هو ده. بصوا الملوخيه بتعمل ازاي، احلى بقى حركه لست الحبايب. نروح واخدين كبشه كده. يلا بينا يا عم مينا. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا احنا احنا نقف على باب القناه نعمل علب ملوخيه. بصوا تفضلي بقى تعملي كده ليه؟ عشان ما تريمش معاكي، ما تعملش ريم على الوش، دي مشكله كبيره بتقابلكوا. دخلي الهواء جواها كده يفضل قوامها ناعم، ويفضل اللون الاخضر الحلو بتاعها ده زي ما هو كده ما شاء الله عليه. يلا بينا نشيل بقى كل ده ونغرف الملوخيه مع بعض، ونطلع فاصل بقى ونرجع نقدم بقى السفره الجميله بتاعتنا النهارده. الناس بقى اللي معايا زي ما اتفقنا امبارح صايمين، اعملوا الاكله دي بقى النهارده كده، والكل يفطر بيها كده، وندعي لبعض بقى كلنا. ما تنسوش تدعوا لنا بقى. نجيب نغرف في ايه؟ نغرف في ايه؟ يلا. زمان كانت امهاتنا بيعملوا ايه؟ الطاسة اللي عملت فيها الطشة بتحط فيها كبشتين ملوخية، ولازم تحطها لنا مع الأكل. دي بصوا لسه سخنة، شايفين اهي. وكنا بنتخانق مين اللي يقعد يغمس من دي، صح يا حسيني؟ مين اللي يغمس من دي بالذات اهي. يلا يا رحاب عيشك وتعالي يا قمر. يلا بصوا اهي، شايفين لونها؟ فدي الطاسه دي اساسي معانا على السفره، ولا كلمه اللي اتعملت فيها الطشه احلى حاجه ممكن تغمسي الملوخيه بيها. فادي كده الطاسه، وبعد كده تعالوا بقى. بسم الله. يا نهار ابيض على ريحتها يا جماعه، انا مش عارفه اتكلم من الريحه بجد. بسم الله ما شاء الله. بصوا شوفوا لون الملوخيه. اوعوا تنسوا، اوعوا جمال الملوخيه ينسيكوا جمال صينيه البطاطس. اوعي اوعي حاجه تغطي على حاجه. شوفوا الجمال، بصوا لونها بقى، وشايفين الملوخيه فيها لمعه ازاي، وما شاء الله لا ريمت معانا ولا اي حاجه، والريحه طالعه جميله، ورشه السكر اللي حطيناها في الشوربه وعليها تخلي لك الملوخيه دي مسكره. كل اللي يدوقها عندك يقول لك الملوخيه بتاعتك طعمه كده، الملوخيه بتاعتك مسكره ما يتشبعش من اكلها. يلا يا ستي، طبعا الطاسه دي اساسي معانا.
الطاسه دي اللي اتعملت فيها الطشه دي اساسي، دي بتتحط كده. انا عايزه اقول لك بيبقى طعم الملوخيه فيها فظيع رهيب ما شاء الله. ادي كده الملوخيه بتاعتنا يا جماعه، وكمان صينيه البطاطس في الفرن. طبعا احنا عاملين صينيه بطاطس قبل الحلقه عشان طبعا دي مش هتلحق تستوي، هي بتاخد في الفرن حوالي ساعه على ما تكون استوت كويس. نطلع فاصل ونرجع بقى نقدم اللي عملته لكم قبل الحلقه على طول، نقدم بقى السفره بتاعتنا النهارده ان شاء الله. فاصل قصير بس هو القناه اتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. النهارده عملنا مع بعض صينيه البطاطس على طريقه ست الحبايب، مشينا خطوه خطوه وعرفنا الاسرار اللي تخلي ريحتها ما شاء الله جايبه اخر الدنيا. عايزه اقول لكم الناس هنا قاعده شامه الروايح، صينيه البطاطس من ناحيه والملوخيه من ناحيه، كل اللي جاي من بره ايه الروايح دي. فالريحه سواء لصينيه البطاطس او الملوخيه عالميه ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. احنا قلنا النهارده واحنا صايمين مع بعض بنحتفل بالمولد النبوي، زي ما رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام كان بيحب يصوم اليوم ده، فاحنا صايمين النهارده مع بعض اقتداء برسولنا الكريم، وعاملين كمان الاكل الحلو ده على طريقه ست الحبايب. هسيبكم بقى استاذ احمد هيوريكم السفره الجميله، ونطلع فاصل بس هنرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه اتغير. اهلا بيكم بعد الفاصل. بعد ما عملنا الاكل الحلو ده، اكل ست الحبايب على طريقه ست الحبايب، طبعا الاكله الحلوه دي ما تنفعش غير باللمه، يعني لمه العيله الجميله، نتجمع كلنا حوالين الاكل. الاكل حلو بياكل، طيب اللمه نفسها بتاكل. طب وبعدين بعد ما نقعد ناكل ونفسنا مفتوحه والكلمه الحلوه والضحكه الحلوه، تلاقي نفسك كلتي من غير ما تحسي كلتي قد ايه، ما تعرفيش، ما تعديش اللحظه الحلوه ما بتتكررش تاني. طيب بعد كده بقى يا جماعه، لما الاقي نفسي دخلت في دايره الخطر والاقي نفسي استمتعت بالاكل واستمتعت بالقعده الحلوه، لكن بعد كده في بعد كده عواقب، يعني لا قدر الله مشاكل صحيه وخلاص انا مش قادره اتحرك من مكاني والحقوني ودوني وجيبوني والكلام ده كله. تعالي بقى سيبك من كل ده وتعالوا ندخل مع بعض النهارده مع ضيفتي الكريمه اللي منوراني الجميله بجد، اللي هتقول لنا النهارده المدرسه الجديده اللي هي هتاكلي وتقعدي في وسط العيله، مش هتقعدي على جنب لوحدك، وهتاكلي الاكله الحلوه وتضحكي الضحكه الحلوه من القلب ومن غير اي خطر ومن غير اي مشاكل. ازاي الكلام ده؟ تعالوا الاول نرحب بضيفتي اللي منوراني النهارده بجد، اللي بعتبرها كانها بنتي فعلا بجد، خبيره التغذيه القمر دعاء نوير. حبيبتي يا شيف، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ منوره الدنيا. ووصفات ست الحبايب اللي كلنا بنعشقها، بننهار قدام الوصفات يا شيف. طب والريحه لوحدها، الريحه تجنن والشكل يجنن والبرزنتيشن كله خطير جدا. طب احنا هنقدر نقاوم الوصفات والسفره الجباره دي؟ اكيد ما بنقدرش نقاوم. زي ما الشيف قالت، هنتجمع على سفره، هنتجمع على طبليه، المهم هنتجمع وناكل، وما ينفعش نتحرم من الاكل ده. طب هنتخن؟ اكيد لو اكلنا كل الاكل وبكمياتنا المعتاده اكيد هنتخن، لكن النهارده انا جايبه الحل، جايبه الحل مع المدرسه الجديده. طبعا بحييكي جدا يا شيف على حلقه امبارح الجباره الخطيره اللي كسرت الدنيا، ودايما ايدك في الخير يا رب. ربنا يخليك. وطبعا احنا يعني عايزين نقول ايه، احنا اكيد هنكون ناخد جزء من الكرم بتاع حضرتك النهارده، ونكمل مع موسم المولد النبوي الشريف، ونقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين. عشان كده نازلين النهارده ببوكس المولد النبوي الشريف العملاق. الله. ايوه النهارده بركه سيدنا النبي كده لازم تحل علينا وعلى الاستوديو وعلى كل حبايبنا. بايه؟ بخصومات كبيره جدا، عشان يعني الموسم الحلو قوي بتاعنا النهارده، كمان غير الخصومات بهدايا كبيره، بفعاليه كبيره قوي، بتركيز كبير قوي قوي يا شيف. النهارده يوم لازم يكون مميز، ونكمل في الموسم ونفرح كلنا ونفرح كل حبايبنا بالمولد، مش بعلبة حلويات المولد اللي أكيد هناكلها ده حاجة ما فيهاش كلام، لكن برضو بخصومات وكرسي حنين على قد إيدينا، وكمان فعالية جبارة جدا لأكبر ما تتخيلي. تركيز النهاردة عالي في السحاب، كرسي المولد النبوي النهاردة عملاق. عملاق في إيه؟ في فعاليته، في أمانه، في تركيزه، كمان في خصوماته وهدايا. شوف يعني معليين قوي. طبعا. وفي نفس الوقت احنا عندنا طبعا ده موسم حلويات المولد، كميه سكريات يا دعاء، يعني بصي. أيوة. لا باس بها يعني. حقيقي حقيقي. وبعدين يعني علبه الحلويات فيها يعني تنوع كتير قوي، عايزه ادوق من ده وادوق من ده، مش هسيب حته، عايزه من كل حاجه. طب هعمل ايه؟ ده انا هاخد الكبسوله اللي هتقلل امتصاص السكريات دي، يعني هدوق من كل المكونات، هدوق وهستمتع وهحس بالمولد وهعيش الموسم مع كل حبايبي. وكمان
كمان هكمل لو بشرب عصاير، باكل اكل ست الحبايب، هاكل كل ده بكبسوله هرميه غير عاديه نوويه في مفعولها يا شيف، بتفجر لي الدهون القديمه، بتكسر لي الدهون اللي داخلالي، كمان بتقلل امتصاص الجسم للسكريات اللي داخله، يعني اللي داخل بيتحرق والقديم بيتكسر. يعني في وقت واحد انا بنحت وبشبع وبرسم، طب انا عندي شراهه للاكل، بحب الاكل، حقي يا جماعه انا عايز اكل، طب ايه المشكله؟ كلي استمتعي، بس هتاكلي كميه بسيطه، الكبسوله هتسمح لك يا دوب بتلت معدتك فاضي، تاكلي وتتبسطي وتاكلي كل اللي نفسك فيه من غير اي حرمان، بس الباقي انا شغلاه بالياف طبيعيه، نافشه في جسمي ونافشه في معدتي، محسساني بحاله من الشبع 48 ساعه، بضيف على كده نقط الحرق اللي بتخليني ايه؟ دينامو 24 ساعه، مكنه حرق، الميتابوليزم بتاع جسمي في السحاب، يعني كاني رايحه جيم وجايه من الجيم بس انا قاعده على الكنبه وما بروحش ولا باجي. كمان باخد الاعشاب بقى يا شيف، الاعشاب اللي بتنقلي دمي، بتحسنني من حالتي المزاجيه، الاسترس اللي انت حاسه بيه مع الولاد وخلاص كلها ايام والمدارس بقى وخلاص، ده بالفعل في مدارس دخلت حقيقي وابتدى الصوت يعلى ده خالص ابتدى في البيوت خلاص الصوت، ده احنا لسه بادئين يا جماعه. انا عايزه اقول لك الاسترس كمان من قبل ما المدارس تبدا بالطلبات بتاعت المدارس. أيوة طبعا ده يعني اكيد شكلك يا عيني ايوه انا انت كمان دخلت انا وجبت الليسته خلاص دلوقتي. فالستريس فعلا، وبمناسبه دخول المدارس الناس كتير تقول لك ايه، والله يا جماعه انا نفسي ابقى معاكم، انا نفسي اخس، نفسي اعمل اللي انتوا بتقولوه ده، بس الفلوس اللي معايا الميزانيه اللي معايا يا دوبك على قد دخول المدارس. فعلا والله دي مش حجه، لا مش حجه النهارده، مش حجه خالص، والنهارده حل الحجه دي مع الخصم الجبار اللي انا جايباه النهارده، لا مفيش حجه، حتى لو انت اتكلفتي في الطلبات بتاعه المدارس وعايزه انزل اجيب هدوم المدارس وعايزه اظبط دروس الولاد، كل الكلام ده النهارده بخصم جبار، خليكي انت رقم واحد في الاستاتيك. ايوه الولاد لهم دور وهتجيبي لهم اللي هم عايزينه، بس انت كمان من حقك تكملي حياتك بصحه بنشاط بطاقه، كملي طاقتك بقى لليوم الدراسي اللي هيجي صح. ونعرف نعلي صوتنا براحتنا بقى بالزبط. لكن الخمول ونتيجه للسمنه اللي مأثره على صحتي وعلى ركبي وعلى مفاصلي وعلى الالتهابات واحتباس الميه اللي مورم رجليا، كل ده النهارده انا بمحيه بالاعشاب اللي بتنقلي دمي اللي مليانه مضادات اكسده، كل ده مع مثلث الحرق الشهير اللي دايما بكلمكم عنه، بس التركيز النهارده جبار، كبسولات ونقط واعشاب في حته ثانيه خالص، اصدار جديد بتركيز قوي جدا جدا، بالاضافه للهدايا اللي لا تقل عن الكورس، الهدايا النهارده برضو في حته ثانيه. طبعا بركه سيدنا النبي زي ما اتكلمنا عليه الصلاه والسلام لازم تحل علينا النهارده بايه؟ بفايل، الفايل الجبار اللي انا بتكلم عليه اللي قوته 30 حقنه حرق، هو فيه خمس حقن حرق بس بقوه 30 حقنه حرق مركزين في فايل واحد، امبول واحد بتاخديه وتسحبي بالسرنجه كل اسبوع 2 سم، يعني معاكي يعني ايه خمس اسابيع بسحب كل اسبوع 2 سم، هو فيه 10 سم بس، النقطه منه بتكسر لي جبال دهون، بتمحلي الدهون، كل منطقه البطن اللي مضايقاني بشد ترهلاتها، بلغي الدهون اللي محشيه جوه البطن والمصارين وفي الكلى وفي الكبد الدهني، كل ده النهارده مع الفايل الجبار، حزام البطن شكله بيتغير تماما، كمان باخد ايه القهوه الخضراء وجمالها بقى. واكيد حضرتك يعني طبعا يعني ليكي باع يعني كتير في القهوه الخضراء بجمال طعمها ومودها الحلو ومليانه احماض كلوروجينيك، بتعمل ايه؟ بتساعدني اظبط سكري، اظبط ضغط الدم بتاعي، يعني مش هتعلي لي الضغط، مش هتبوظ لي حالتي المزاجيه وتسهرني، مفيش كلام من ده خالص، قهوه بيور بتعلي لي الحرق خمس اضعاف، بتنقي لي دمي، بتساعدني على اني احرق بصوره سريعه. بوكس المولد النهارده يا شيف مكسر الدنيا، دي حقيقة. يعني النهاردة بأمر الله عندنا الكبسولات اللي بتركيز أعلى، الكبسولات الإصدار الحديث، عندنا الكبسولات اللي هتخليكي تقدري تاكلي كل حاجة وفي نفس الوقت بكميات قليلة بس ما تحرمتيش، ودي أهم حاجة صبت. دي الكبسولات النهاردة، ومعانا النهاردة كمان النقط اللي بديلة للرياضة. ما هو مش منطقي ولا معقول إن مثلا حد يجيلك يا دعاء بيشتكي من السمنة مش قادر يتحرك وتقولي له لا أنت لازم تلعبي ساعتين رياضة، طب إزاي؟ بكسر لها المفصل بتاعها. إزاي ده أنا ركبي
قلبي وجعاني وبشتكي من خشونه حقيقي في المفاصل وفي الظهر وي وبعدين تقولي لي طب روحي العبي ساعتين رياضه، فاقول لا الست دي لا شكلها مش فاهماني فانا همشي مش هروح خلاص ومش هكمل النهارده النقط لا النقط هتخليكي تلعبي ساعتين رياضه وانت قاعده في مكانك، نفس معدل الحرق اللي الساعتين رياضه هيعملوهم في جسمك النقط هتعملها في جسمك النهارده، ودي موجوده معانا في الكورس حقيقي. والاعشاب كمان بقى التنقيه بقى والتنظيف يا شيف يعني انا طب الدهون اللي قاعده تخرج من جسمي دي هوديها فين؟ الاعشاب بتكنس ورايا بتنظف ورايا بتخرج لي في مصادر الاخراج بتنقي لي دمي، الديتوكس اللي دايما بنسمع عليه لازم تاخدي يوم ديتوكس في الاسبوع، لا النهارده انا بديكي الديتوكس ده في كوبايه اعشاب بتاخديها بالليل تروق دمك بعد يعني عناء طول اليوم اللي انا عارفه كل ستات البيوت فيه دلوقتي خاصه مع دخول المدارس. عايزين نلحق كمان الفتره اللي احنا فيها دي حلوه جدا ان انا اعلي الحرق فيها، يعني جسمك هيستجيب بسرعه قبل الشتاء وبرد الشتاء وكوبايه السحلب المتينه اللي بناخدها دي ده طبعا مشروبات كتير مع سكريات كتير طول ما احنا قاعدين، وللاسف بيبقى الجسم هو اللي عايز ده طبعا، يعني الجسم هو اللي بيتحكم فيك، الجسم بيستغيث عايزه مشروبات عايزه سكر عايزه اكل دسم علشان السقعه عشان بالزبط. يقدر فقبل ما ندخل في الدوامه دي نلحق من دلوقتي نظبط الدنيا، وخصوصا كمان ولادنا اللي داخلين الجامعه الله ينور عليك لازم لازم نوجه لهم الكلام، يلا يا جماعه ظبطوا جسمكم وظبطوا وزنكم عشان تظبطوا لبسكم كمان اللوك بتاعهم يا دعاء الا الجامعه ده اللي احنا بنقول احلى ذكريات احلى ذكريات واحلى صوره هتاخديها واحلى حاجه او احلى وقت بالنسبه لك كفتاه او ككمان شاب النهارده فتره الجامعه بتاعتك، الحق نفسك لان الكورس بتاعي امن من اول سن البلوغ يعني 12 13 سنه لحد 70 80 سنه، ربنا يدي امهاتنا وجداتنا الصحه يا رب. يعني حتى الامهاتنا القاعده اللي ما بتتحركش الا على كرسي متحرك، ايوه يا امي طبعا الكورس فعال جدا ليكي وهينزلك من 15 ل 20 كيلو ده في شهر واحد في شهر احنا بنتكلم في 30 يوم من 15 حلو. ل 20 كيلو على حسب ايه؟ ليه دايما بقول من 15 ل 20؟ ليه ما بثبتش على 20؟ ليه ما بثبتش على 15؟ انت مش هتقلي عن 15 كيلو بس انت وحرقك معايا بقى، انت وحالتك الصحيه، الناس اصحاب الامراض المزمنه النهارده دورهم، يلا لو عندك سكر الحق اطلبي دلوقتي السكر بتاعك هيتحسن، طب لو سكر من النوع التاني هينتهي تماما بمجرد الشهر بتاعي، ودي بشرة لكل الناس اللي عندهم سكر من النوع التاني او مقاومة انسولين. طب المرارة ومشاكلها يا شيف للأسف كتير بيعاني منها حتى اللي شال المرارة حرقه بيبقى زيرو، مفيش حرق لو المرارة مش موجودة. النهاردة ببشرك الحرق هيعلى، هترجعي تحرقي تاني، جسمك هيتظبط، الميتابوليزم بتاع الجسم هيتظبط، حركة الامعاء هتتظبط، مفيش امساك، مفيش نهجان، مفيش خمول، مفيش تحت عينيا اسود عشان بعمل دايت لان مفيش دايت. دي المفاجاه بقى، انا باكل كل حاجه بتبسط بستمتع باكل ست الحبايب حته حته، مش هسيب حاجه من السفره يا شيخ، والحلويات والحلويات والعصاير والايس كريم كل الحاجات اللي احنا بنستمتع بيها، الاكل متعه من متع ربنا ما بنحرمكيش منها بس بنقننها، ربنا قال يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا. الطغيان بقى اللي هو ايه؟ ان احنا ناكل بزياده، احنا النهارده هناكل على قد حجم معدتنا الطبيعي، مش اللي احنا بنفتح ونقعد ناكل من غير ما نحس. النهارده هناكل كميتنا المناسبه لصحتنا ولسننا ولطاقه يومنا، يعني انا طاقتي بتبقى جميله جدا طول اليوم ونشيطه مش همدانه وتعبانه عشان بعمل دايت. كل ده انتهى مع مدرسه التخسيس الجديده، بتخسي بكامل طاقتك ورشاقتك وانوثتك بترجع تاني لان الجسم بيتظبط بعد كده، شكل الجسم بيتظبط وسنك بيبان انت اصغر في السن، يعني احنا لما بنشوف ساعات صور قبل وبعد بنشوف في الاول وهي لسه يعني بتعاني من السمنه شكلها كانها هي الام الكبيره او الاخت الكبيره، بعد ما بتخس بتبقى ايه؟ بتبقى كانها بنتها مثلا كده. بالظبط يا شيخ. طيب الناس دلوقتي بتسال بعتين دلوقتي بيقولوا ان تواصل مع الفريق الطبي ازاي عشان الكورس بتاعنا النهارده يا جماعه ما يتفوتش، ما شاء الله عليه، هدايا مجانيه وشحن مجانا وكمان متابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى، والهدايا بالنهارده بقى حدث ولا حرج يعني. فعندنا اولا ارقام التليفونات موجوده قدامكم على الشاشه، اتصلوا على اي رقم من الارقام، كل رقم من دول عليه خدمه الواتساب، تقدروا تدخلوا على الواتساب وبرده تكتبوا النهارده البوكس بتاعنا احنا سميناه مولد النبوي الشريف، بوكس المولد النبوي الشريف، وكمان صفحه الفيسبوك هي هتنزل لكم دلوقتي على الشاشه، ادخلوا على طول على الصفحه في الكومنتات او في الرسائل واطلبوا عرض النهارده يا جماعه، اوعوا تفوتوه النهارده الهدايا بتاعتنا. احنا النهارده معانا خمس امبولات حرق الاصدار الحديث التركيز الاعلى جايين
موجودين في فايل. احنا اتفقنا الناس كتير بتسال يعني ايه فايل، اللي هو جاي زي الازازه الصغيره زي ازازه المضاد الحيوي البودر اللي هي بتيجي بس من ده سائل، بس ده سائل وبنسحب منها كل اسبوع 2 سنتي. اقدر اخدها حقنه واقدر احطها على نص كوبايه ميه او نص كوبايه عصير بالزبط. بمنتهى الامان. وطبعا القهوه الخضراء بقى اللي بصي ابتدي بيها يومك بس بس، وسيب الباقي على الله وعلى القهوه الخضراء. اولا احنا طول اليوم بناخد كافيين ضار، كافيين بيأذي اكتر ما بينفع. طب انا النهارده لما اخد الكافيين اللي انا عايزاه بس في نفس الوقت ده كافيين نافع، يعني ما فيهوش اي اذى بقى، كله منفعه، هيعلي لي الحرق، هيعلي لي المود، هيديك الكافيين اللي انت عايزاه، هيديك الطاقه، انت متخيله؟ هيخليكي بتتحركي غير على العادي. كافيين يا جماعه انت عارفه يعني ايه واخده نسبه كافيين نافع مش ضار؟ دي القهوه الخضراء بتاعتنا، ده غير ان طعمها حلو جدا. جدا. الناس فاكره ان القهوه الخضراء مره خالص. او ممرره، طعمها حلو قوي قوي. مشي دي كده القهوه الخضراء، 5 امبولات حرق النهارده معانا في 5 اسابيع. انت عارفه الامبول الواحد بره بكام دلوقتي؟ ده لو لقيتيه النهارده 5 امبولات جايين لك هديه مجانيه، شحن مجانا لجميع المحافظات، متابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى. بجد عايزين ايه تاني؟ احنا عايزين نقول وناكد على الفعاليه. اه انا بتكلم النهارده في فعاليه جباره، بمعنى البوكس عملاق بهدايا. ايوه طبعا الهدايا قيمه جدا، واكيد بتكمل نشاط البوكس، لان الفايل اللي اتكلمنا عليه الاسبوع الواحد اللي باخد منه السرنجه 2 سنتي دي بتنزل لي من 3 ل 5 كيلو، مقاساتي من 3 ل 5 سنتي من حزام بس بطني، يعني كل اسبوع مقاسين بيتغيروا من مقاساتي. بس الامان فين؟ هل انا جايبه بوكس قوي؟ ايوه وفعال، لكن امانه ايه يا ترى؟ الامان ايه؟ هل انا هبقى مطمنه وانا اخده البوكس ده، ولا هاخده هيحصل لي خمول واضطرابات وجسمي مش مظبوط، لا انا ما بنامش كويس وعندي ارق؟ كل الكلام ده مش موجود، لان اللي بيأكد الامان هي وزاره الصحه المصريه، لان البوكس مرخص من وزاره الصحه المصريه، لانه اعشاب طبيعيه بالكامل، مفيش اي تدخل كيميائي في الموضوع. يعني انت بتتكلمي النهارده عن الفعاليه، عن الجوده، عن الامان، الثلاثه دول اهم حاجه. واكيد في حد قدامي دلوقتي بيقول لي ايوه فعاليه وجوده وامان، بس هندفع ايه؟ الاقتصاديات بقى اخبارها ايه؟ بقول لك النهارده اطمني جدا، عايزه اقول لك اقتصادي اقتصادي اقتصادي، موفر جدا جدا يا شيف النهارده، بالاضافه للهدايا كمان. اقتصادي ده كفايه الهدايا. بالظبط. الهدايا كمان قيمه جدا، انا النهارده بتكلم في فايل قيمته 30 حقنه حرق. تخيلي مراكز التجميل ممكن تعمل ايه بالفايل ده. الفايل ده عشان تروحي تاخدي منه في مركز تجميل هتدفعي رقم في الحقنه الواحده. النهارده جايلك هديه مجانيه. طب كمان القهوه الخضراء هديه مجانيه. طب الاعشاب هديه مجانيه. طب النقط هديه النهارده. طب الشحن مجانا. طب المتابعه مجانا. فريق طبي مجانا. النهارده يعني بركه كبيره والله. اه والله فعلا. البوكس كله بركه. نتيجه لايه؟ نتيجه للمولد النبي وبركته الجميله عليه الصلاه والسلام. فعايزين نقول النهاردة البوكس مبروك جدا، بالهدايا بالخصومات بفعاليته وتركيزه بالمتابعة، وبنقولك احنا مسؤولين عنك مسؤولية كاملة، هناخد بإيدك لحد ما توصلي لبر الأمان، هتلاقي معانا السند والظهر اللي هيسندك لحد ما توصلي للوزن المثالي، وده اللي بنأكده دايما يا شيف. صح، وده بيفرق جدا معانا يا دعاء، يعني بيفرق ان حد بيطلب المنتجات تجيله لغاية عنده وخلاص ما يعرفكيش تاني. خلاص دوري بقى، طب اخدها ازاي؟ طب استعملها ازاي؟ عايز اقول لك بتعمل لهم بلوك يا شيف بعد كده في الصفحه الوهميه، بعد ما بتاخد المنتج بيتعمل لها بلوك وخلاص، شكرا على كده، انا اخدت فلوسك وسبتك. صح. طب اديتك منتج ايه؟ ممكن يكون المنتج وهمي، منتج غير فعال بالمره، لكن اما تاخدي من خلال منصه حقيقيه زي اللي احنا عليها النهارده، طبعا مع الشيف هاله والثقه الغاليه اللي بتمنحنا ليها طبعا، فالنهارده احنا بناكد لك على الامان، على الجوده، يعني هتاخدي منتج اولا مرخص من وزاره الصحه، ثانيا فعال بنسبه 100% مع المتابعه مع دكتور او دكتور التغذيه، مع شحن مجاني، مع الهدايا اللي اتكلمنا عليها، كل ده في باكج واحد عندك النهارده بكلمه سر واحدة، بوكس المولد النبوي الشريف، على الواتساب وبسرعة دلوقتي أو تتصلي، لأن العدد محدود جدا عشان نلحق الموسم، هو الموسم النهاردة وهيخلص. نلحق بقى. بس الحلويات بقى قاعدة معانا شوية. الحلويات ما بتخلص. أنا عايزة أقول لك يا دعاء في ناس وأعرفهم شخصيا بياخدوا حلاوة العلبة بتاعت حلويات المولد يحطوها على رجليهم ما يقوموش. لما تخلص.
او معظمها يعني معظم الحاجات اللي فيها يفضلوا وراها 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 مش قادرين يشيلوا ايديهم. طعمها حلو طبعا بس حقهم بس دي بقى في الاخر كارثه اكيد. وسكريات عاليه وسعرات غير طبيعيه. طب اما انا اكل وادوق من كل حاجه بس اخد حتت صغيره وهكون مبسوطه ومرضيه، وده المهم عندي ان انا حاسه بحاله الرضا، ما عنديش حرمان، الجسم ما دخلش في حاله استرفيشن علشان انا منع عنه سكر، منع عنه نشويات، لا ما تاكلش رز ولا مكرونه، لا هتاكل رز ومكرونه وبطاطس، عيش حياتك واستمتع بس بنسب بسيطه على قد احتياجاتك. الكبسوله هتعمل كده، هتشبع، هتنحت، هترسم الجسم، كل ده في كبسوله، كبسوله نوويه جباره. النهارده تركيزها يا شيف عالي قوي قوي بمناسبه اليوم ده، كمان خصمها كبير جدا، يعني هي كبسوله غاليه قوي، نازله النهارده بخصم كبير قوي. يعني هي جايبين سعرها سعر زهيد جدا جدا للكبسوله، بالاضافه للهدايا اللي اتكلمنا عليها، بنقول لك مسؤولين عنك مسؤوليه كامله، مش هنسيبك غير لما توصلي، كل ده ايدنا في ايدك وايدنا في ايدك، لان انت تقدري وانت تقدر، زي ما اتكلمنا على المبادره قبل كده يا شيف، انت تقدري فعلا، لكل ست انت تقدري تغيري حياتك بس لما تاخدي القرار الصح وامتى تاخديه. تعالي كده نشوف بقى صور قبل وبعد، يلا بينا يا جماعه نشوف صور كده للناس اللي خدوا القرار ونشوف وصلوا لايه. الله، طبعا القرار الصح في الوقت الصح. دي الصوره بتقول كده. الفرق بين الصوره دي واي حد بيتفرج علينا دلوقتي ان ده خد القرار واللي قدامنا لسه ما خدش القرار. الكرش، منطقه التثدي، الافخاد، الذراعات، سمنه كليه مش سمنه موضعيه. كمان اصحاب السمنه الموضعيه بنبشرهم ان هم لهم كورساتهم الخاصه اللي بتنحت اماكن السمنه الموضعيه. لكن لما يكون عندي حاله زي اللي قدامي دي وبيعاني من سكر من النوع الثاني، مش بيقدر يتحرك، مش بيقدر يروح ولا يجي، وفي وقت قياسي خلال 3 شهور ونص يتحول من الشخص ده للشخص اللي قدامي ده نصه تقريبا طبعًا. اتحول النص تقريبا، نزل النص، يعني كان نزل منه وزن بني ادم حقيقي تاني. احنا بنتكلم في 60 كيلو نزول، اما نزل 60 كيلو يبقى انا حولت بني ادم شايل على جسمه يعني شخص تاني. انا ماشي طالع سلم شايل، نازل سلم بوطي وانا شايل، لان الكيلو الواحد بيترجم على المفاصل بتاعتي 4. فتخيلي انا ركبي شايله ايه، شايله كام بني ادم، مش قادره اتحرك، في خشونه طول الوقت، حاسس بالم في ركبي، في مفاصلي، في ظهري، في رقبتي، مش عارف امارس حياتي الطبيعيه بصوره طبيعيه، لا بخرج ولا بتفسح ولا بلبس حلو زي الناس، قاعد منزوي دايما، صديقي الوحيد هو الاكل، ما عنديش اصدقاء تانية. طب ليه انزوي دايما وما يكونش ليه اصدقاء، ما اخرجش، ما عيش حياتي، ما عيش وقتي، حتى لو مش بخرج على الاقل اكون اعرف اخدم نفسي. امهاتنا اللي بيقول لك انا مش عارف اخدم نفسي، مش عارف اصلي، مش عارف اسجد في الارض، بالعافيه ده انا بقوم ادخل الحمام بالعافيه. طبعا الوضع بيبقى صعب قوي وبيبقى نفسهم يخسوا عشان بس يخدموا نفسهم، يعرفوا يتحركوا صح حقيقي. تعالي نشوف صوره ثانيه كده، يلا بينا نشوف صوره كمان. الله على الجمال. ايه رايك يا شيف؟ النحت بقى هنا البطل في الصوره دي، النحت بعد التخسيس طبعا. بعد ما خست جسمها، شوفوا يا جماعه عامل ازاي ما شاء الله، وصغرت في السن حقيقي. هل كان ممكن لوك جديد تلبس سواري؟ هل الجسم الاولاني ده ينفع يلبس نفس الفستان؟ صعب. اكيد صعب. لكن كورسات النحت الخطيره والجباره اللي بتنحت لي حزام البطن، هو ده دورها النهارده. يعني حزام بطني، الناس اللي ولدت مره واثنين وثلاثه وتقول لي انا جسمي جميل جدا لكن عند بطني بقى وستوب، بطني متهدله نتيجه للولاده سواء سيزيريان او طبيعي، وشكل بطني مش حلو وبتكسفني كتير، يبقى جسمي مرسوم بس بطني مغيره الدنيا ومشوهه شكل الجسم. النهارده بنقول حتى الاصحاب السمنه الموضوعيه لهم كورسات نحت، بنحت، بشد البطن، بشد القوام، بشيل خطوط التمدد اللي بتزعجنا كلنا كسيدات. كل ده النهارده بقى تحت السيطره ببوكسات امنه. خلاص انا مش مستعده دلوقتي اقعد اعمل دايت 10 سنين قدام عشان اخس لي 3 4 كيلو وما بيعملوش حاجه. حرمان وعذاب وشغلانه واعراض جانبيه زي شعر بيقع، تساقط الشعر، والشعر المقصف، والايدين اللي بتترعش، والبشره الشحبه وعيون البندل، الهالات السوداء اللي حول، كل ده بيحصل مع ديت لان انت حرمت جسمك من فيتامينات طبيعيه داخله الجسم طبعا. وخاصه بقى لو اتعزمت على سفره زي بتاعت ست الحبايب بقى، ولا اقدر الدايت هينهار. واللي انا خسيته قاعده شهرين ثلاثه احارب فيهم عشان انزل 3 4 5 كيلو، اللي حصل
حصل قدام سفره زي دي انهار ورجعت لاربعه سبعه تانيين. طب هنعمل ايه النهارده؟ بنديكي ايه الفرصه؟ الفرصه اللي هتوصلك ان جسمك يرجع يترسم ويتنحت تاني من 15 ل 20 كيلو في شهر واحد بطريقه امنه وصحيه من غير خمول ولا هذيان ولا غثيان ولا نفسي غم عليا عشان بعمل دايت، لا باخد حبوب غير طبيعيه او غير مصرحه من وزاره الصحه، لا الموضوع بالكامل مرخص من وزاره الصحه، امن جدا، بناكد لك الفعاليه والجوده والمتابعه المجانيه والشحن المجاني. المتابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى. لازم نحط 100 خط تحت الجمله دي، دكاتره اللي بيتابعوا معاكي دكاتره، خدوا بالكم من النقطه دي، دكاتره يعني هيفضلوا ياخدوا بايدي لغايه ما نوصل ان شاء الله باذن الله للوزن اللي انا عايزاه. اجي كده في نهايه الكورس، شكرا يا دكتور انا جبرنا خلاص هو ده الوزن اللي انا عايزاه وزي الفل. في مقابل ده لازم نكمل كلامنا، في مقابل كل ده انا باكل كل حاجه، بدوق من كل حاجه، ما اتحرمناش زي ما دعاء بتقول ما جيتش على سفره زي دي والاقي ماما عماله تتحايل عليا تقول لي طب دوقي بس، طب دوقي 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 صينيه البطاطس جميله قد ايه، حتى مش قادره ادوق، خايف اقول لا ده انا لو دوقت معلقه هتبوظ لي كل حاجه. ايه ده يا جماعه؟ ايه العذاب وايه الحرمان ده؟ النهارده الموضوع ما شاء الله بقى اسهل من كده بكتير وامن ومفيش اعراض جانبيه، مع هدايا مجانيه وشحن مجانا وكمان متابعه مجانيه. يعني النهارده الكورس فيه كلمه مجانا كتير 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 يا شيف. النهارده احنا مأكدين على مجانا، عاملينه مجانا كتير، ده هو كل الكلام كان مجانا. والله صحيح. احنا بندفع بس ثمن الكبسوله وعليه خصم، يعني حتى الكبسوله مش بدفع قيمتها بالكامل، ده انا باخدها بخصم كبير جدا. زي ما قلنا النهارده مميز ولازم يكون مميز، موسم يا جماعه نفرح ونتبسط. زي ما انت كده خدتي الموسم ورحت لبنتك، خدي الموسم ليه انت النهارده، حسي بنفسك بركبك اللي بتستغيث، بامعائك، بمعدتك اللي تعبت من الاكل الزياده والاكل المتلخبط. النهارده يومك، دورك النهارده تلحقي نفسك وحتى تلحقي بنتك او جوزك او مرات ابنك، تلحقيها النهارده بالكورس المميز بالفعاليه بالموسم الجبار. النهارده كورس عملاق، تاكيد فعاليه، تاكيد امان، فورا الحقي، كورس محدود جدا، انا معايا ساعتين، ما فيش اكتر من شيخة. كده يا شيخ، انا معايا ساعتين جايه بتفاجئنا دلوقتي في الاخر. هم ساعتين نلحقهم فعلا يا شيخ، لان الخصم مش هنقدر نستمر بيه اكتر من كده، لان فعلا الخصم كبير والهدايا كبيره محدوده قوي. انا معايا كميه هدايا جباره جدا، عشان كده مش كتير. فهي بس يعني سعداء الحظ يلحقوا دلوقتي، يلحقوا معانا بسرعه، نتصل حالا او نبعت على الواتساب نحجز دورنا، لان هم ساعتين بعدهم الخصم بيترفع، الهدايا بتقل، فهنلحق دلوقتي وحالا فرصتك. انت تقدري فعلا، انت تقدري مع موسم المولد النبوي الشريف النهارده تتخطي كل العقبات، كل الازمات الصحيه، كل الركب اللي بتوجعني والغضاريف وتعبي ومش قادره ومش عارفه اتحرك، النهارده الكلمه دي هتلغيها من قاموس حياتك. طب وكمان صفحه الفيسبوك تنزل لكم، يعني دعاء بتقول لكم هي ارقام التليفونات على الشاشه، وكل رقم من دول عليه الواتساب بتاعه، تقدروا تدخلوا على الواتساب بمنتهى السهوله، وادي كمان صفحه الفيسبوك تقدروا تدخلوا عليها بمنتهى السهوله. ما تنسوش يا جماعه غير الهدايا الجميله القويه جدا اللي دعاء نازله بيها النهارده، ده احنا كمان الشحن مجانا لجميع المحافظات، مش هندفع ولا جنيه شحن، وكمان المتابعه مجانيه من دكاتره من فريق طب يا جماعه، يعني مهم جدا يا دعاء، احنا مش حاطين اي حد يرد وخلاص حقيقي. لا احنا معانا دكاتره هي اللي بتتابع وهي بترد، وما تنسيش مش هتدفعي ولا جنيه للشحن في اي محافظه، مش القاهره بس، هيجيلك الشحن مجانا لغايه باب البيت النهارده ان شاء الله. يلا نبدا مع بعض قبل ما الشتاء يدخل، ويلا نبدا مع بعض نهتم بصحتنا، عشان محدش هيهتم بصحتك غيرك انت. شكرا يا دعاء. تسلمي يا شيف، بشكر حضرتك. تسلمي، انا اللي بشكر حضرتك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتنال رضاكم، ويا رب اشوفكم على خير ان كان لينا عمر ان شاء الله في حلقه جديده تعجبكم وتفيدكم اكتر واكتر. والسلام عليكم.